بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عندها فايبروسيس بالرحم، نحيته ده عملية وزدت، عملية بالهيدا بالرحم، بتعرفوا انت المشكلة. ويعني الآن حط شوية كريم، قولوا كل باب الله يطول عمرك عشان الصوت يكون منيح. كريم شوي حطها ايدي وأقول لحظة الآن بس بهذه الحركة لتطرية القدم. لاحظ عم تشوفني، عم تشوفوني عظيم رائع. لاحظ، خلينا نعمل تشخيص لكي نتأكد من هالكلام. بس هي بتعرف ما في داعي أتأكد. لاحظ، خليني شوفه. ايه طبعا، باب الظاهر وظهور الشمس. هيدي البطاقة شو تمسي؟ مين الشاطر بيقول لي؟ ايه هيدي شو؟ يلا قولي لي. البابين. ليه؟ برا هون بالداخل يختلف. صح. بس بغض النظر، هلا ليس هدفنا نعلم، هدفنا نفرجي الديس ايضا النقاط التي سوف نعمل عليها. ايه لاحظ هيدي النقطة. عندما تجد هذه النقطة الخارجية التي تسمى البابين، ماذا سنفعل؟ لاحظ كمان في نقطة هون. هلا هذه النقطة هون كمان لأسفل الظهر. سو أنا بمسك القدم من باطن من البطن وبحط إصبعي على الظهر وخلص بمسكها. سو هون نقطتين وبرجع بشتغل هون. يو نو؟ مثل ثلاث نقاط. بس بدك تبحث. تبحث على ماذا؟ ايه على نقطة متحجرة، ايه او نقطة بتلدهلي. ايه لاحظ، ايه استشعري. لاحظ الان اقوم بهيدي الحركة. ثلاث اصابيع، اربع اصابيع. ايه 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 هدفي ازالة هيدا الاحتقان وترجيعه اعادته للجسد الاعلى. مع أن جسد سفلي وجسد أعلى نحن ذكرنا. الأصابع بهذه الحركة ومن سبب أكون مثل تعابين هيك عبيد بشو أصابع. إيه أصابع هلأ لاحظ أصابع سبب أذهب من الأسفل قبي. بعدين بحمل الرجل بهذه الحركة لحل إيدي لحتى تشوفه وهيك سحب سحب سحب. بس هدفي شيء، عندما أسحب 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 بهذه الحركة سأجد ذاك الانتفاخ. هيدا الانتفاخ شايفينه؟ هيدا الانتفاخ يجب إزالته، يجب إزالته. لاحظ كيف أزيله بهذه الحركة. في وجع، بس وجع راح دلوقتي. ايه خلصت. ريفلكسولوجي القضبان يا جماعة هي وسيلة تعديل الجسم وعلاج الجسم برمته من خلال باطن القضبان. بغض النظر النقطة السميكة، نقطة الطرية، نقطة الوهنة، نقطة المصفرة، نقطة المحمرة برجلك، برجلك الخاصة او برجل اي شخص، اعمل عليها، الجسد يقوم بتعديلها. شكرا لوقتك وبتمنى لك توفيق.